في اليوم ده 12 يناير سنة 1816 نفت فرنسا عائلة بونابرت من البلاد للأبد بعد هزيمة نابليون أمام الإنجليز في معركة واترلو. وفي نفس اليوم ده سنة 1896 التقط الأمريكي هنري سميث أول صورة بأشعة أكس. وكمان في اليوم ده سنة 1924 أجريت أول انتخابات برلمانية في مصر. وفي اليوم ده 12 يناير سنة 1944 انسحبت قوات ألمانيا النازية من مدينة لينينغراد بعد حصار استمر سنتين. وفي نفس اليوم ده سنة 1953 أصدر الرئيس المصري جمال عبد الناصر قرار بحل جمعية الإخوان المسلمين. وكمان في اليوم ده سنة 1990 توفي الكاتب والروائي المصري إحسان عبد القدوس.